أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. إسرائيل تقول إنها ضربت كل البنى التحتية الإيرانية في سوريا. رصد صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من صعدة تجاه نجران. إغلاق منافذ العراق ومطاراته لمدة 24 ساعة استعدادا للانتخابات. معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى قرابة 13%. قتلى وجرحى بانفجار في سوق مزدحم في الصومال. انخفاض في درجات الحرارة في الإمارات وفرص لسقوط أمطار. في الصحة مشاهدينا، دراسة تبرئ البيض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وأخيرا في أخبارنا المنوعة، متجر حلوى في واشنطن يحتفل بزفاف الأمير هاري بتقديم كعك ملكي.